طيب، هناك الكثير من الأسئلة. طبعا نشكر محمد لاتصاله وتواصله، كما نشكركم فضيلة الشيخ على تشجيعكم هذا. وهناك أيضا اتصال هاتف، ولكن قبله سأطرح سؤال أخ محمد، فقال أني ما طرحت سؤاله. حكم الدعاء، دعاء القنوت في الصبح، ما حكمه شيخنا؟ بالنسبة للقنوت، جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الأحاديث، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في النوازل، ويبدو أن ذلك هو السنة المستمرة. فإذا نزلت نازلة بالمسلمين كما حصل لأهل بعث الرجيع، وكما حصل لأهل بعث بئر معونة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على رعل وذكوان، وكذلك على عصية، وكذلك دعا على قريش واستنقذ المستضعفين، فكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وكان يدعو لهم الصلاة يسميهم، وكان يدعو على رجال من قريش، وأراد الله أن يسلم بعض أولئك الرجال الذين كان يدعو عليهم، فنهاه الله عن ذلك الدعاء وقال له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القنوت بأسماء أولئك الأشخاص، وأسلم منهم الحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم من ذاك، لأنهم كانوا يناصبون العداء لهذه الدعوة وللمسلمين جميعا، ثم تاب الله عليهم ومن عليهم بالإسلام فأسلموا. فلذلك قنوت النوازل إذا كان المسلمون في ضائقة أيا كانت، سواء كانت كالحرب في الشام، أو كانت كالحصار في غزة، أو كانت كحبس علماء كالعلماء المسجونين في السعودية أو في الإمارات أو في غير ذلك في السودان أو غيره، فحينئذ يقنط المسلمون لطلب السؤال من الله سبحانه وتعالى أن يخلصهم من سجنهم وأن يفرج همهم. فهذه هي النوازل، وحينئذ يكون هذا القنوت غير مختص بصلاة الفجر، بل يقنط فيه الصلوات كلها، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويؤمن أصحابه من خلفه. وقال أهل العلم: كون أصحابه يؤمنون دليل على أنه كان يجهر بالقنوت حتى في الصلاة السرية كالظهر والعصر مثلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقنوت ويسمع أصحابه يؤمنون عليه. أما القنوت في صلاة الفجر بالخصوص، فقد رأى الشافعية والمالكية سنيته، وإن اختلفوا في هيئة أدائه. فعند الشافعية أنه من المؤكدات في الصلاة، وأن من تركه سهوا يسجد له، وأنه لا بد من أدائه، وأن يكون في الركعة الثانية من صلاة الفجر، وأن يكون بعد الرفع من الركوع. جميل. فيجهر الإمام بالقنوت بعد الرفع من الركوع. نعم. ويدعو، وأفضل ذلك الحادث. طيب، تقطع الصوت، إذا فقدنا الاتصال على ما يبدو مع فضيلة الشيخ محمد الحسن ددو. طيب، مع ذلك انتهى وقت الحلقة. طبعا نشكر فضيلة الشيخ محمد الحسن ددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، لوجوده معنا.